سعيد بالتعاقد ديالي اليوم مع فريق سريع واتزن، لأنه فريق خلال المواسم السابقة الحمد لله كان فريق في المستوى، وفريق معروف عليه الجدية، معروف عليه أنه يعني من ناحية سير ربما يضاهي الفرق الكبرى في المغرب، وهذا شرف لي على أنني نتعامل مع الناس من هذه الطينة، لأنه الراحة ديال المدرب ميمكنش تكون إلا إذا كانوا الإخوان ديال المكتب في المستوى، وهذا اللي شجعني على أنني نقبل العرض بسرعة وبدون تردد.